هلا رح نشرح لكم عن بانسير اس. البانسير هو عبارة عن أحدث دفاع جوي للمستوى المتوسط للمستوى القصير، يعني للارتفاعات القصيرة. في منه موديلين، في البانسير اللي هو عبارة عن السيستم المضاد للطائرات راكب على كاميون كاماز، في الموديل التاني مركب على مجنزرة اسمه تانجوسكا. هلا عم نحكي عن هالموديل بالتحديد لأنه هالموديل كان في منه بالخدمة بسوريا، وهالموديل هو اللي أسقط طيارتين تركيات اللي قربوا على حدود الشمالية لتركيا، فأثبت هالموديل فعاليته. هلا هو عبارة عن شو؟ ما شايفين؟ عنده 12 صاروخ جاهزين للإطلاق، 6 من هالمال فوق الشاشة شايفينهم، هن 4 2 ب 2 عيار 30 ملم، طبعا سرعة كثير عالية، طلقات متفجرة قادرة تدمر أهداف طائرة. فإذا مثل ما قلنا هالموديل هو خادم سوريا وكثير فعال وعم ينتشر بعدة دول بالعالم. تابعونا كرمال تشوفوا المزيد. التنسير اللي شرحنا لكم عنه صار كمان متوفر بمجسم، اليوم نزلته تايجر موديل بانسير اس 1. رح نشرح لكم شوي عنه. بيجي بعلبه اكيد مجسم صغر 1x35 تقريبا، طوله ب 30 سنتيمتر بيصير تقريبا. نوعيه عاليه الجوده، تايجر موديل بلاستيك كثير مرتب في كل التفاصيل، طبعا دواليب كاوتشوك، تفاصيل كل شيء اوبتكس وازاز جاي ببلاستيك شفاف لحتى يكون مثل الواقع المضبوط. الصواريخ تبعه كل تفاصيله، واكيد جاي كرتوني فيها الكابين والمركز اللي فيه الصواريخ وهيك لحتى ما يتكسر بالشحن تيحافظ على جودته. واكيد هالبانسير معروض عندنا بسعر كتير منخفض، اكيد نحن سعرنا الوحيد بلبنان منوزعه من فتره بلبنان لتايجر موديل، واكيد على الانترنت حتى ما راح تلاقوا البانسير ارخص من السعر اللي راح يظهر فوق الفيلم اللي عم نعرضه. البانسير متوفر عندنا وبكميات هلا محدوده، ولكن بعد فتره راح نجيب اكثر، واكيد بنوصله لكل البيوت بكل الاراضي اللبنانيه، وحتى في عندنا دليفري على سوريا. وكان معكم سامر قسيس من هوبي شوب لبنان.